السلام المشاهدين، حياكم الله. نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يزور مطار سيئون الدولي ويتفقد سير عمل تعشيب الأستاذ الأولمبي بسيئون. انطلاق مسيرة بسيئون تنتج برفض انعقاد جلسات مجلس النواب. ندوة علمية بعنوان حسين البار ذكرى تتجدد شاعر وصحفي. من الإيجاز للتفصيل، أهلا بكم. قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالم بن البحسني اليوم بزيارة تفقدية لمطار سيئون الدولي، وتجول المحافظ في صالات المطار مستمعا من مديره العام علي باكثير إلى سير العمل والإجراءات المتخذة لتسهيل رحلات المسافرين والعائدين. وأشاد المحافظ البحسني بجهود العاملين في مطار سيئون والدور الوطني الكبير الذي لعبه المطار تجاه المواطنين المسافرين من جميع أنحاء الوطن خلال السنوات الماضية والوقت الراهن. قام محافظ حضرموت ووكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم بزيارة تفقدية للأستاذ الأولمبي بسيئون للإطلاع على سير العمل في تعشيب الأستاذ. واستمع المحافظ والوكيل من مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بالوادي والصحراء علي باشعيب إلى مراحل إنجاز فرش الملعب بالعشب الصناعي والذي تم اكتماله وتجري حاليا المراحل الأخيرة لاكتمال مشروع التعشيب. وأكد المحافظ اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بقطاع الشباب والرياضة والإيفاء بوعدها بإنجاز تعشيب الملعب لتنشيط الواقع الرياضي، مؤكدا أن الأستاذ الذي يتسع ل 35 ألف متفرج سيعمل على تنشيط الحركة الرياضية ويمهد البنية التحتية لهذا القطاع المهم. اطمأن وكيل أول محافظ حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي بمعية وكيل محافظ حضرموت المساعد لشؤون الصحراء الشيخ محمد بن جربوع الصيعري على صحة المناضل اللواء عبد الرحيم عتيق. وأشار الوكيل بن حبريش بجهود اللواء عتيق في خدمة حضرموت وإسهاماته في بناء جيش النخوة الحضرمية ودوره النضالي طوال مسيرة حياته، متمنيا له دوام الصحة والعافية لخدمة حضرموت وأهلها. بدوره أعرب اللواء عتيق عن شكره للشيخ بن حبريش على زيارته واهتمامه برجال الدولة والكوادر التي خدمت حضرموت والوطن. قام وكيل أول محافظ حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي بزيارة أخوية إلى بيت فقيد الأمة الداعية الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بعباد لمبادرة الوفاء للفقير وإسهاماته في خدمة المجتمع والوطن. وأشاد الوكيل بن حبريش بمناقب الفقيد الراحل وإسهاماته في إصلاح ذات البين وإشاعة المعروف بين الناس ومساعدة الفقراء وتشجيع العمل الخيري والاجتماعي، وكذا دوره الدعوي بين أقطاب البلاد ومشاركته في تأسيس مؤتمر حضرموت الجامع وحلف حضرموت. وقال بن حبريش أن الوطن خسر برحيل الفقيد بعباد مصلحا حكيما يتكلم بشجاعة عن هموم المواطن في ظروفه الصعبة في ظروف صعبة تعيشها البلاد، وصوته مسموع عند أصحاب القرار، مترحما على روح الفقيد الطاهر وأن يسكنه الله الجنة. بدوره بين المنصب الشيخ معروف بعباد أن الفقيد رسم قواعد دعوية واجتماعية نسعى إلى تنفيذها ونسير على نهجه، داعين الله إلى تحسين أوضاع البلاد والوادي وإصلاح النيات تفتح أبواب الخير للعباد. تفقدت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت سير العمل في مشروع سلفتة الخطوط الداخلية لمدينة سيئون والجاري تنفيذه من قبل المؤسسة العامة لصيانة الطرق واليسور بتمويل محلي. واطلعت سلطة الوادي على الأعمال الإسفلتية التي تم إنجازها في الخط ما بين مدينة سيئون ومنطقة تريس وأعمال الصيانة الخاصة بجولة شارع المطار الغربي. وأوضح مدير فرع المؤسسة العامة لصيانة الطرق والجسور بوادي حضرموت المهندس خالد الجنجي خطة المؤسسة في الانتقال إلى سلفتة عدد من الشوارع الداخلية في مدينة سيئون والمديريات المجاورة لها كمرحلة أولى. وأشارت السلطة بالوادي إلى أن تعتزم برفض مؤسسة صيانة الطرق بعدد من المعدات الأساسية في سلفتة الشوارع ومنها خلاط إسفلتي كخطوة لتمكين المؤسسة من إنجاز مشاريع إسفلتية أكبر. انطلقت بمدينة سيئون مسيرة حاشدة لمواطنة مديريات وادي وصحراء حضرموت وبعض مديريات الساحل من أمام السد القبلية للسحيل سيئون وصولا إلى قصر السلطان الكثيري تلبية لدعوى انطلاقها شباب الغضب. وتأتي المسير رفضا لانعقاد جلسات مجلس النواب اليمني المنتهي ولايته بعد أن أعلن عن انعقادها مطلع الأسبوع المقبل بحضور الرئيس عبد الرب منصور هادي وعدد من النواب، ورافضا لتواجد قوات المنطقة العسكرية الأولى بمدن ومديريات وادي حضرموت
واعتبر المحتجون أن انعقاد جلسات مجلس النواب في وادي حضرموت تحديا سافرا لإرادة الجماهير في حضرموت. قامت إدارة التفتيش بالمؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت بحملات كبيرة في أحياء مدينة المكلا على المنازل والمحلات التجارية، وتم ضبط أعداد كبيرة من الإخلاصات والربط العشوائي. وقال مدير التفتيش بالمؤسسة المهندس أحمد الشطري أن هذه الحملات شملت مجموعة من الأحياء والمناطق بالمدينة وتستمر بشكل يومي حسب الجدول المقدم من المؤسسة العامة للكهرباء، مضيفا أن لجنة التفتيش تضبط كل يوم ما بين 100 إلى 180 مخالفة من قبل المواطنين، هذا وتعاني مدينة المكلا منذ أكثر من أسبوعين من استمرار الانقطاعات المتكررة والعشوائية تصل لأكثر من 12 ساعة في اليوم. نفذ فريق الرصد والمتابعة بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت النزول الميداني لوادي حويرة مديرية غيل باوزير ووادي عوج بأرياف المكلا، حيث قام فريق الرصد والمتابعة باحتساب الأتوات للكسرات والقرابين والمصانع التعدينية التحويلية للمستثمرين العاملين بالوديان، منها الكسرات والقرابين ومصانع التعدين، وتم الاحتساب للأتوات وتسليم الاستثمار لدفع ما عليهم من مبالغ في مقر الهيئة بنسبة 10% لكل طن كونها من مواد إنشائية و30% للصخور الصناعية، وكذلك التجديد للترخيص مع استمرار عمليات الإنتاج والتقييد بتنفيذ بنود الاتفاقية. نظمت مؤسسة الخريجين بكلية الآداب بجامعة حضرموت ندوة علمية بعنوان حسين البار من 1965 إلى 2019 ذكرى تتجدد شاعرا وصحفيا. وفي الجلسة الافتتاحية للندوة أشار عميد كلية الآداب الدكتور محمد عوض بارشيد إلى أن هذه الفعالية ترعاها الكلية لكشف أسرار وأعلام حضرموت التاريخية في كافة المجالات، لتعريف الطلاب بماضي حضرموت وتاريخها في المجالات الإنسانية والأدبية، مشيرا إلى أن عملت الكلية على استعداد بأن تحتضن مثل هذه الفعاليات. وعقب ذلك استعرض الدكتور طه حسين الحضرمي ورقة عمل بعنوان مظاهر التشكيل السردي في شعر حسين البار، واستعرض الأستاذ ياسر علي الأرضي ورقة عمل بعنوان حسين البار الرائد الذي لا يكذب أهله، وقدم الدكتور ماهر بن دهري ورقة عمل بعنوان المرأة في شعر البار. وفي ختام الندوة قدمت وزارة الثقافة بساحل حضرموت عدد من النسخ لكتاب الشاعر والصحفي حسين بن محمد البار من تأليف ابنه الأستاذ الدكتور عبد الله بن حسين بن محمد البار احتفاء بالمناسبة. بهذا الخبر نكون وصلنا وإياكم لختام نشرتنا لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. محافظ حضرموت يزور مطار سيئون الدولي ويتفقد سير عمل تعشيم الأستاذ الأولمبي بسيئون. انطلاق مسيرة بسيئون تنجم برفض انعقاد جلسات مجلس النواب. ندوة علمية بعنوان حسين البار ذكرى تتجدد شاعر وصحفي. ختام النشرة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.